المراد بمكة أو المراد بأهل مكة، ما كان دون الحل أو حتى وإن كان خارج الحل إنما هو متصل بمكة. إذا كان المولى متصلا فإنه يكون من أهل مكة ولو كان خارج الحرم. أما إذا لم يكن البنيان متصلا فإن المكية هو من يسكن في داخل الحرم، في داخل الأميال. نعم.